اخيرا قعدت على كرسي الاعتراف. جاهز؟ والله حاسس ان انا مقبوض عليا. مقبوض عليك؟ عارف انت حلو دي، انت مقبوض عليك فعلا عشان تبقى عارف. ابتدي معاك منين ولا منين اوايا؟ طيب شوف، خلينا نروح بالصعب الاول، انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. اثباتك ايه؟ بص انا اقول لك على حاجه، يعني انا وانا صغير ما كانش عندي انتماء، خليني صريح. كنت بلعب كوره، حابب الكوره. كان ليا مش يعني انا ليا اخ اسمه عاطف الاباني، خد بالك، كان بيلعب في النادي الاهلي. فطبيعي اخويا بيلعب في النادي الاهلي، فكنت معاه في اي حته. اول ما ساب النادي الاهلي وراح نادي تاني، فبقيت شجع النادي التاني، راح المريخ وبعدين راح المقاولين، كل نادي بيروحه انا كنت بشجعه بصراحه. لما رحت الزمالك طبيعي، انا رحت نادي كبير ورحت الزمالك، فطبيعي بقيت زملكاوي. لكن هل وانا صغير كنت بشجع ده وبشجع ده؟ لا انا بصراحه ما كنتش يعني لا بشجع ده ولا بشجع ده. مضيت في الاهلي؟ مضيت في الاهلي. كم مره؟ مره. الاهلي فاوضك كم مره؟ هو فاوضني مره لما مضيت وخدت 100,000 جنيه ورجعتهم تاني، طبعا حصل مشاكل كده وبتاع. مع مين؟ مين اللي مضاك؟ المهندس عادل القيعي. و محدش بيفلت منه. لا ده ما كنتش انا لوحدي في الوقت ده، كمان كان طارق السيد. مين تاني بقى في الوقت ده؟ لا كنت انا وطارق السيد. بس طارق السيد اعتقد حصل مشاكل. لا بشير بعديه. لكن انا في الوقت ده انا وطارق السيد، لكن اعتقد طارق السيد ما اتفقش او حاجه زي كده او حصل خلاف. لكن انا مضيت طبعا لظروف، طبعا يمكن انا كنت لما حصل كلام معايا في مع النادي الاهلي كان اخر سنه، فكلمت النادي عندنا وكلمت عضو مجلس اداره وقال لي، قلت له انا الوضع كذا كذا، هجدد ولا مش هجدد ولا ايه؟ مين عضو مجلس اداره؟ باشمهندس هاني زاده. ف قال لي لا هنجدد. طب ماشي اوكي هنجدد، طب نتفق والدنيا تمام، واتفقنا. وبعدين بعدها قلت له طب خلاص يعني جاز المقدم العقد وانا تحت امرك يعني. فلقيت ان هو يعني لقيت كلام كتير في الجرايد يعني مش كويس عليا، فكلمته قلت له ليه؟ قال لي ما احنا مش هنقدر نعمل اللي انت عايزه. فقلت له طب كنت تقول لي يعني، ما يعني بلاش يعني، انا كان الافضل انك تقول لي. لكن كانت طلباتك كانت تعجيزيه ولا عاديه؟ لا عاديه. انا راجل لعبت في نادي الزمالك، كنت لعبت 5 سنين، ال5 سنين على بعض كانوا ب 210,000، ال5 سنين خد بالك. وكان في الوقت ده كان خلاص الناس وصلت ل400 وكلام من ده، تمام. ومش هقول لك ان انا مش راضي، لا انا طالما مضيت انا راضي، لكن انا بتكلم كان في وقتي لازم اطلب اللي انا عايزه بالظبط، ماليش دعوه باللي جاي. وخد بالك ناس كتيره من اللي كان عقودها قليله اتعدلت وانا ما اتعدلتش وما رضيتش اتكلم، خلاص ده حقك. فاختلفنا فرجع لي النادي الاهلي تاني، فمضيت في النادي الاهلي. العقد اخدته بسهوله من النادي الاهلي ولا ما رضوش يديهولك ولا حاجه؟ صعوبه جدا. صعوبه جدا خد بالك. انا كنت ماضي يعني مضيت قبل الموسم ما يخلص مثلا ب6 شهور ولا حاجه، انا خدت العقد بعد الموسم ما خلص. لان اتكلمت كتير وان انا عايز العقد ايه سبب الصعوبه اللي انت تاخد العقد؟ مش عارف، لكن انا لما طلبت العقد ما خدتوش بسهوله، والعقد لما خدته عن طريق صفقه اتعملت بين الناديين خد بالك. يعني كان ابراهيم سعيد ماشي من النادي الاهلي وهم يعني قال لك طب خلاص احنا نسيب العقد الوالد الاباني، بس انتوا ما تاخدوش ابراهيم سعيد في الوقت ده. فده كان الاتفاق. فحتى تحس ان موضوع ابراهيم سعيد وهو جاي نادي الزمالك اتاخر شويه لحد ما اخد العقد. دي حقيقه. ف مش عايز اقول لك ان خلاص بقى في اخلاق بالاتفاق. وائل الاباني من وجهه نظر ترتيبه في مدافعين نادي الزمالك رقم كام؟ على مدار التاريخ على كله؟ على مدار التاريخ. صعبه ولا لا؟ مش صعبه يعني، عارف، بس بحب يعني ما بحبش اقيم نفسي، لكن لما تيجي تتكلم مش هبعد عن ثالث واحد. في ناس اقل منك فنان اخدوا صيت اكتر منك كتير. زي مين؟ لا مش زي مين، بس كتير. هات واحد.